وسهلا، كيف حالكم؟ طيبين ان شاء الله. هذا حساب الرابع في هياكا صفر وزومدي، فقلت اجيب فيها نافيه. ما اسحب فيه نهائيا، يعني نادرا ما اسحب، فصار عندي 79,000 برمجم، والبيتي اظن مضمون. اشوف البيتي كم، البيتي ما يظهر لي فتره مسحت. افتكر اخر شيء، اخر شخصيه جبتها بهذا الحساب يا دولك يا كتشي، فالبيت مضمون هنا. يلا نقول بسم الله ونسحب. انا ضامن نافي 100% يعني، ان شاء الله معش السحبات اقدر اجيبها ان شاء الله. اي شخصيه الا قندس ما ابغى. حلو روزاري. طيب طلع وشات المتجر مع وشات النقاط، يصير عندي تقريبا 8 وشات. احاول اجيب السلاح، غالي حظ قوي، انا ما بطير كل الوشات اللي عندي، بجرب حظي بثمان سحبات. لسه قدامي وقت، ممكن العب بسلاح 4 نجوم، يمكن بعد 10 ايام او 15 يوم اجيب سلاحه. لم تضبط معنا، هذا مشكلة تواجهوها. ممكن لو ما عندكم سلاحة أو سلاح بلاكر، لأنه ما في سلاح 3 نجوم ممكن يفيد نافية. سلاح 3 نجوم يعني يزود الأتاك، نحتاج سلاح يزود كريت ريت أو كريت دمج. أرتفكتات اللي فيها أتاك كثيرة، ممكن تجيب الأتاك من أرتفكتات، بس الكريت ريت وكريت دمج صعب من تجيبه. إذا ما عندكم سلاح من تجيب كاتريات وكل الدمج من الحظ. الحظ صعب تجيب، وانت عارفين كيف الحظ في جنشن. الحين اللي بسوي اشوف سلاح حداد فونتين، سلاح حداد سوميرو، اذا في شيء يزود كاتريات او كل الدمج اعطيها. اذا ما في احاول اجيب سلاحه مره واحده، احاول اسحب احاول، جد ما جد خلاص اجمع النقاط، والنقاط اشتري بها سلاح بلاك. لما يجيبوا السلاح، حاليا ما هو موجود في المتجر، من جرب سلاح 4 نجوم؟ اعطوني رايكم، ايش اعطيه، ايش افضل سلاح له، وكم تدمج بسلاح 4 نجوم؟ بس اتمنى اكون افدتكم، اشوفكم على خير، في امان الله.